عزيزي في غادي حاول نبدا الفيديو بما ان الموضوع ديالنا هو لي زانيف فنقدم لكم واحد لابليكاسيون اللي عندها علاقه شويه بهادشي. هاد لابليكاسيون دي ظريفه وفيها بزاف ديال المواضيع هنايا يعني كما كتشوفوا كاين الانيم مونغا وحنا تانتيريسي لواحد المونغا دي مثلا كما كتشوفوا هنا عندنا بوغوتو ناروتو. فمثلا كنتي كتفرج بوغوتو ناروتو في يمكن لك دير تدخل ليها ودير غوجواندغ لو جروب وكتدخل لهاد الجروب هذاك وتهضر لاي حاجه لو بغيتي تعطي الراي ديالك فشي حاجه لو بغيتي تعطي الراي ديالك فشي حاجه ما تعطيهاش المهم سوقك. ففوالا مثلا فيها ديزاكتيك لو بغيتي تقراهم تزيد تعمق مثلا في الانيم ولا فشي حاجه فيها تشات بوبليك مثلا بغيتي تناقش شي حاجه بحال مثلا تقول علاش ناروتو كيلبس الصفار بلاصه ما يلبس الاخضر فهما كيجاوبوك هنايا. وفيها دي كويز ساهلين دي كويز صعابين المهم فيها بزاف ديال الحوايج نخلي لكم لين ديالها في الديسكريبشن لو بغيتو تيليشارجيو صراحه كنستعملها بزاف سيغتو فاش كنفهم شي لعيبه في الانيم كنمشي كنبقى ندخل دي جروب كنبدا نهضر معاهم اكسترا. نبداو الفيديو طفيو الضوا. طلبت منكم في انستغرام باش تسولوني اي حاجه على الانيم انستغرام ديالي هو تدخلوا عندي لو تبغوا تشاركوا معايا الفيديو. طلبت منكم باش تسولوني اي بلان في الانيم والفيديو يكون مقسم لجوج بارتيات. البارتيه الاولى غيكون الاسئله اللي فيهم تا سبويل يعني غتسالي في هذه اللقطه هذه وفي هذه اللقطه هذه غيبداو الاسئله اللي غيكون فيهم سبويل اكسترا غندخلوا في الديتاي ديال الانيم وداكشي. السؤال الاول كوتر اللي كتقول لي انا ذا بيست انيم عرفتهم حد الان هما ديت نوتو طوكيو غو شكون بالنسبه لك الزوين فيهم وشنو هو احسن انيمي شفتيه؟ ها قبل ما نقول لكم بلي الانيم تفرجت فيهم كاملين وما هادو فوالا احسن انيم شو ما نقدرش نعطيك شي انيم بالضبط هادو كاملين عجبوني ماشي عجبوني كاملين ولكن المهم اغلبيه لي زانيم اللي كيعجبوك بزاف هما اللي كيكونوا طوال دابا انا اطول انيم شو هو ناروتو مورا شيبودن مورا بوروتو يعني غادي مع ليستوار ديالهم بحال عايش معاهم. اما بالنسبه لوان بيس كنظن باش نتفرج ليه غيولي حتى هو كيعجبني فوالا يعني ما نقدرش نعطيك شي انيم اللي كيعجبني بالضبط. اما بالنسبه لشكون اللي احسن طوكيو غول ولا ديت نوت فا لارجومون ديت نوت احسن منه. السؤال الثاني ديال امين اللي قال لي احسن بيرسوناج عجباتك في اتاك اون تايتن ميكاسا. وردي في ديزاين تنصح بهم اللي عاد بادين في هادشي وشنو خاص باش تولي اوتاكو حيت انا علاقتي بالانيم بحال المغربي وتويتر كنحملش الكلمات اوتاكو حسب ليكسبيريونس ديالي ماشي ليكسبيريونس كبيره حتى لا نفرج غير فهادو والسبب علاش ما نفرجش في ليزانيم بزاف حيت كنتفرج تقريبا في الطوالين دابا بادي وان بيس موراها بدا بليتش نتفرج في البلان طوال. ما علينا نرجعوا للسؤال باش كننصح اللي غيبداو كنظن بعدا باش ما يبداوش بطوكيو غول كاين اللي عجبو طوكيو غول لكن المهم انا كنصح باش ما يبداش بطوكيو غول حيت في الاخر ما تفهم والو غتخربق قدو السيزون الثالثه ما تزيد تفهم والو. كنظن باش احسن حاجه هي ديت نوت موراها اتاك اون تايتن موراها هانتر اكس هانتر وديك الساعه بيو ناروتو اكسترا. حنا كنتفرجوا في الانيم كنلقى واحد العنصريه فاش كتيقولوا بلي الانيم ديال الدراري الصغار. الناس اللي كيقولوا هادشي انا متاكد بلي عمرهم ما تفرجوا في شي انيم يعني الا تفرج في شي انيم كنظن بلي تبدل عقليتي حيت انا اصلا كنت بحال هكا كنت كنقول بلي الانيم ديال الدراري الصغار الانيم ديال الدراري الصغار ما يتفرجش في ديت نوت كما قلت لكم كتبدا بديت نوت راه كتقول بلي واو ذيس از سو اميزينغ اند اوسم. فوالا كيما قلت لك كنصح اي واحد تفرج في هذا الفيديو اللي كنت عمرك تفرجتي في انيم جرب تفرج في ديت نوت ماشي طويل بزاف كنظن فيه كدا 30 حلقه ماشي طويل بزاف يعني تقدر تساليه في سيمانه وموراها عاود حكم على الناس اللي كتفرجوا في الانيم. هي برو شفت ستوريز جيت نسولك ما كنتش نبدا نتفرج في الانيم ولكن ما عنديش شي رغبه كبيره شنو هو الانيم اللي تنصحني نبدا به واللي غادي يخليني نكمل فيه التفرج. الترتيب ديال الانيم راه كيما قلت قبيله بغيت نزيد واحد البلان صغير اللي كما قلت قبيله بلي الانيم قبل ما يكون انيم وانيمي وداكشي ديال الدراري الصغار راه واحد لا فيلوزوفي يعني كاين الناس اللي غيتفرجوا في الانيم وما غيفهموا فيه والو. فمثلا ديت نوت اللي جينا نشوفوه من البعيد شنو هو واحد خونا اللي طاح عليه واحد الكتاب من السما ديال واحد الملك الموت وبدا كيقتل في الناس اللي كيديروا الاجرام وكيديروا داكشي وكاين اللي شاف داكشي جوستيس يعني شافوا عداله وكاين اللي شافوا ماشي عداله وكنشوفوا شكون اللي ينتصر واش اللي قال داكشي عداله واللي قال ماشي عداله وعلاش داكشي. المهم يعني بغيت نقول لكم بلي قبل ما يكون انيم والتخربيق راه هو واحد لا فيلوسوفي وواحد الشكل من رجعوا الاسئله عبد العالي اللي قال لك شنو كيبان لك في بوروتو واش نكمل في لافونتير ديال ناروتو ولا حامض بلا ما نكملوا كمل ناروتو نصيحة كمل ناروتو واخا في الاخر داكشي غي في الاخر ناروتو ما عجبنيش بزاف في الاخر ديالو ولكن المهم كمل في ناروتو غيعجبك. حتى بوروتو باي ذا واي اللي كيقولوا لي حامض انا كنظن بلي بوروتو العكس قدر ماشي غيفوت ناروتو حيتاش خصو بزاف باش يفوت ناروتو لكن كنظن بوروتو بلي تا هو زوين حيت ما تنساوش باقي يجي بوروتو فاش يكبر و بوروتو شي بودن اكسترا. المهم رجعوا هذه نوتيفيكاسيون تليفون ديالي الناس اللي بقاو كيشوفوا التليفون. ما علينا كملوا. من الغزر فوقاش بديتي كتفرج لي زانيم وشكون اللي وراهم ليك اشير؟ كيما قلت لي زانيم بديت وقيلا كتفرج ليهم في التاسعه وكان وراهم لي واحد الدري كان كيتفرج في الانيم ودابا مابقاش كيتفرج في الانيم. قلت له بلي راني بديت دري صغار قول لي جرب ديت نوت جرب ديت نوت عجبني كنتفرج في الانيم. احسن شخصيه عندك في هانتر اكس هانتر بيان سي غتكون كيلوا زولدي. علاش الثالث من طوكيو غول ما عندوش علاقه بالاول والثاني؟ السؤال الجاي غادي يشرح لك هذا الشيء. في هذه اللحظه غيكون واحد سبويل صغير وصراحه ماشي سبويل لكن المهم غير بغيت نشرح القصه ديال الفرق بين الجزء الثاني ديال طوكيو غول والجزء الثالث، يعني داك الشيء طرا وسطهم اللي ما بينوش في الانيم وكان في المونغا. قال لكم السيطا شنو راي ديالك في الموسم الجديد اللي كيتعرض حاليا تاع طوكيو غول وهذه الفرصه تشرح للناس اش واقع في هذا الموسم حيت كان تحريف في الموسم الاول والثاني، وفي هذا الموسم كملوا على المونغا ماشي على الموسم الثاني. الا احتاجيتي نشرح لك شنو واقع ممكن
كيتبحث بحال كثر في المونغا وهادشي ما بانش في الموسم الثاني. كانيكي دابز مع إيريما عضو في المنظمه. هذا الاخير غلب كانيكي ودار له غسل الدماغ وولات سميتو ساساكي. هو دابا قائد مجموعه 5 د الاشخاص حتى هما بحالو نصف غول. نتمنى دوز هادشي في الحلقه حيت كتبت بزاف. فوالا هذه القصه اللي طرات بين طوكيو غول الجزء الثالث وطوكيو غول الجزء الثاني. وهادشي ما كيعجبنيش طوكيو غول بزاف حيتاش محرر في المونغا بزاف وكيكملوا برا مرات على المونغا مره على الانيم. واحد البلان كنظن بلي انيم بحال طوكيو غول اللي مشهور بزاف ما كنضرش غيبقى هو في الجزء الثالث. يعني واحد اللقطه يديروا واحد الفلاش باك باش يشرحوا داكشي كامل. هادشي اللي كنظن انا وصافي حيتاش كنظن بلي الكرياتور ماشي يمكن الخيم باش يكملوا هكاك وبنادم ما فاهم والو. سؤال المنصات احسن ارك انت بان لك في دراغون بول؟ يا اما يكون بو يا اما يكون فريز. كنظن بلي غيكون ديال فليزر حيتاش داكشي كان باقي فهمتي باقي كتحس ديك السنساسيون ديال بنادم واعر وكذا. فلاف دراغون بول سوبر بنادم ولات فيه مليون وليت فيه تريليون ولات الارقام. المهم كيجيني دراغون بول اكبر تخربيقه الصراحه. كانت تعجبني بزاف الاول لكن فاش خرج سوبر وفي الاخر ديال دراغون بول اللي قبل سوبر كنروح على الكاي جوج ما عجبنيش داكشي بزاف عليها لاشيت دراغون بول وما كملتش في السوبر. هاي واش عجبتك النهايه ديال هانتر اكس هانتر كوز بديتو ما زعمتش نكملو؟ طرا لي نفس البلان ديالك بديتو وصلت ل 150 بحال هكاك ما زعمتش نكملو. عاودت الانيم من الاول دازت واحد 4 شهور نسيت فيها كلشي. عاودت الانيم عاوتاني من واحد وثلاثة تكملت والاخر ديال الانيم زوين ما تعجبك. فوالا دابا يبداو الاسئله ديال السبويل ولا مكنتي زعما ما بغيتش تسبويلي وباقي مفرج في هادشي ف كيتي الفيديو ولا المهم. باي ذا واي هنا غادي تكتب لك الانيم اللي غادي نبدا نهضر عليه وغنكتب لك حتى الدقيقه الا بغيتي زعما ما تشوفش هاد اللقطه فين كان سبويلي وسط الانيم حيت تقدر تكون مفرش في هذا ومفرش في السؤال الجاي. فوالا نكملوا. المهم الشخصيه اللي عجبتك في ديت نوت واش ال ولا ياغامي؟ حيت فاش ياغامي لايت وكنظن بلي هادي تكون احسن جزء في القصه فاش مسح الذاكره ديالو ونسى كلشي بالنسبه لديت نوت ولصق مع ال وبدا كيقلب على راسو وما عارفش بلي راسو هو كيرا فهاديك اللقطه راه بزاف باش يطيع لك هاد البلان. وبعض المرات كنبقى نفكر في لي كرياتور ديال هاد الانيم الناس اللي كتبوا هاد لي زانيم راه فريمون خصكم تطور بزاف حيت بنادم عادي باش توصلوا هاد الفكره بلي غيمسح الذاكره ديالو وفي المستقبل غيعاود يشد ديت نوت وغيتفكر داكشي كامل وغيتفكر بلي هو كيمثل راسو مع بوم. بغيف لايت بيرسوناج لايت. كيفاش خدا كاكاشي شارينغان؟ كيفاش خدا؟ كنظن انت بلي يا اما مكتفرجش لي فيلر يا اما باقي مكملتي لي ستوار. هو ماشي خدا بل تعطات ليه مع عند اوبيتو. اوبيتو اللي كان عضو معاه في واحد الفرقه فاش كان صغير وكان شاف ديالهم ميناتو فطاحت على اوبيتو واحد الحجره وما قدرش وسحب راسو غادي يموت وعطى شارينغان ديالو كادو لكاكاشي حيتاش كان باقي ما عطاه الكادو باش واقيلا نجح في امتحان تشونين. お前にジョニー祝いのプレゼントやってなかったな、カカシ。この俺のシャリンガンをやるからよ。محمد انا ماي فايفوريت انيم هو دراغون بول سوبر. كيف جاتك ايت؟ ما نكملش لك السؤال ديالك اسمح لي حيتاش ما كملتش دراغون بول سوبر وما عجبنيش. ماشي ما عجبنيش ما حملتوش. بان لي في ديك الحلقات الاولى فيجيتا ما قدرش يغلب واحد خونا مع هاد خونا هذا ما عرفتش سميتو. صافي تما قلت حبس الانيم حيتاش فيجيتا كنعرفو انا واعر بزاف وما كيستسلمش وكذا. واحد اللقطه بدا كيخدم في ذاك خونا مرتو نتوما ولا صافي تما خرجوا على البيرسوناج خرجوا على الحزاع كامل وحبس دراغون بول سوبر. شتي هي الحاجة اللي عجبتك في هانتر اكس هانتر وبقيتي عاقل عليها حتى لدابا؟ كنشكرك على السؤال ديالك حيتاش هانتر اكس هانتر فاش شفت واحد اللقطة قلبي دار بوم ساي نقلب على بيرسوناج سميتو باش مابقاش نخربق. اللقطة فاش كان كايتو مع غون وتقطعات لكايتو يدو. غون كيلو سيغنيو هاياك ايكي كوكرا هانالينو مي كيتا واللقطة فاش مات كايتو في ديك اللقطة وفي الاخر فاش كتصدم وكتلقى كايتو تغيان كاغنا فنسيت ما عاد شكون في هذيك اللقطة حتى هي لينا ناندا غا تيغاو يا ناماي غا تيغاو تيوندا جو ايتوي اتاتشي وا لينا جاناي مو اتاتشي نو Oh!
كيلو فوالا كان ضرب بلادي اقوى حاجه طرات في كاع لي زانيم اللي تفرجت فيهم. ثاني اقوى حاجه حتى الثالثه غتكون في ايطاشي. احسن ارك فانتر اكس هانتر ناري نسيت انزر اكس هانتر كنظن بلي غيكون لاغ كيفين تقطعات الكايتو يدو على ديال دوك النمير ولا ماتش داك التخربيق. اغلبيه الناس كيقولوا بلي ديت نوت احسن انيم ولكن النهايه خايبه. شنو كتقول على هاد الهضره؟ واش ممكن يديروا الجزء الثاني شي ديديكاس؟ الناس اللي كيقولوا بلي النهايه ديت نوت خايبه تسمحوا لي الا كنتو نتوما منهم ف كتخربقوا. ديت نوت باش عجبتني عكس ديال ناروتو، باش ما عجبنيش ناروتو المهم نرجع لها من بعد. ديت نوت خلاو داكشي رياليست، يعني ما خلاوش كما بغينا حنايا يطرا، زعما حنا بغينا كيرا يبقى حيوت، خلاو داكشي رياليست باللي داك خوتنا فاقد الذكاء ديالو على كي العكس اللي داروا في ناروتو في هذيك الحرب الرابعه ولا ما سميتها فاش ساسوكي واحد اللحظه ويقول لهم بغيت نولي هوكاغي. اوري وا كونوها نو ساتو مامورو كوتو ني كيميتا سوشيتي اوري هوكاغي ني نار. ساسكي لحياته كامله حاقد على خوه وقتل خوه وبغى يدمر كونوها، قال بلي بغيت نولي هوكاغي. جاتني تخربيقه باش زادو خربقوا بلي في الاخر تزوج بساكورا. اش كتخربقوا اصاحبي؟ كنظن بلي كان عليهم يخليو ساسكي داك خونا اللي كان بحال ايطاشي ولا زعما يدمر كونوها ولو طرا شي كومبا كبيره بين ساسكي وناروتو فين واحد فيهم يبقى حي ولا يموتوا بجوج، ماشي تقطع لهم يدهم اصاحبي. المهم هادشي اللي كنظن انا، وجاتني تخربيقه فاش ساسكي رجع تزوج بساكورا ورجع ولا صاحب ناروتو وداك التخربيق. ما انا نكملوا، شكون هي الحاجه اللي عجبات في كونان والحاجه اللي ما عجباتش؟ تفكرت السؤال هذا درته بالضبط حيت بغيت تقولوا لي فهمت فين كنت شفت في واحد الجروب سبويلر باللي توغوموري كان هو الشاف ديال ديك العصابه السوداء، فبغيت تقولوا لي الناس اللي مكملين كونان كامل يقول لي شنو طرا. المهم حيت كنظن بلي عمري ما رجعت نتفرج في كونان حيت نسيتهم فيا ليه، ماشي نسيتهم بحيت فواحد اللقطه فين كونان مشى هو مول المدينه تما بقيت. فوالا بغيتكم تسبويليو ليا لتحت شنو هيطرا في كونان وش فريطو غوموري هو رئيس العصابه السوداء. احسن بيرسو عندك في ليزانيم كاملين واه صعيبه، كنظن بلي غيكون ايطاتشي باش خونا رد راسو خايب وحياته كامله كلشي كيسبو وكذا باش في الاخر ساسوكي يقتلو ويرجع خوه هو البطل اللي قتل ايطاتشي وداك التخربيق ف عجبتني بزاف. وكنظن ايطاتشي غيكون احسن بيرسوناج داز في العالم ديال المونغا. سيبوزون كون عندك ديت نوت اش كنتي غدير بها قتل بها الناس اللي كيقولوا بلي ساسكي غلب ايطاتشي؟ ساسكي ما غلبش ايطاتشي، ايطاتشي اللي خلاه يغلبو باش يعطيه لي بوفوار ديالو، يعطيه الماكيكيو شارينغان، يعطيه اماتراسو سوسانو، يجبد منه اوروتشيمارو، بزاف ديال الحاجات عليها ايطاتشي خلا ساسكي يغلبو. كنظن ما عجبتنيش هاد اللقطه بزاف حيتاش حنا ما شفناش شي كومبا فين ايطاتشي خرج الماكسيموم ديالو. وفوالا سالي الفيديو، ما تنساوش تابوناو تبارطاجيو وديروا لايك تخليو شي كومونتير وجاوبوني على داك البلان ديال كونان فريمون راه سيدارني. فوالا سالي الفيديو، ما تنساوش تبارطاجيو تابوناو ما بين تتصاور هنا وبعد ندير بحال هكا. يلا بيس.